شير سكرين. فين يا ابن الذين؟ طيب لحظة واحدة. شير سكرين معايا يا جماعة. نرجع تاني. شايفين الشاشة كده؟ 10 و7. ماشي، اخش بس عندي من على الموبايل. ماشي، مش هتأكد بس ان كل حاجة مظبوطة. تمام قوي. الايتيولوجي، نيورال كريست نيورو بلاستس فيرست ابير ان ذا اسوفيجاس على الويك الخامس، بتمايجريت لغايه الانال كانال، يعني تمشي كرينيو كودالي من الاسبوع الخامس للاسبوع ال 12. هذا الفيلير اوف مايجريشن اوف نيورال كريست سيلز، the earlier the arrest the larger the segment. يعني حصل arrest وهو عند splenic flexion، خلاص الديسندنج كله اجنجليون. حصل arrest later شويه يبقى الاجنجليونيك سيجمنت سيجمنت. حصل later شويه يبقى very short segment وهكذا. رقم اثنين، في جينيتك وفي فاميليال. طبعا هو انت مش هتسال في التفاصيل قوي دي، لان التفاصيل قوي دي بتبقى طايره من الستاف بتاعك اصلا، بس اللي يسال يقول في جيناتك وانت ما تعرفش ترد، يبقى انت ما قريتش الموضوع اساسا. فانت كل مطلوب منك تبقى عارف ان في جيناتك وفاميلياريتي بنسبه من 4 لـ 8%. قول يا عم سهل على نفسك وقول 5%. لكن الفاميلياريتي بتزيد في التوتال كولونيك والتوتال انتستاينال 20 و50%. يعني نص حالات التوتال انتستاينال بيبقى فيها فاميليال هيستوري، فاميليال هيستوري وجينيتك فاكتور. لما جه اتكلم على الجينيتك قال لك الريت بوتو اونكوجين تايروزين كاينيز فور ديفلوبمنت اوف جانجليا كل ثيوريز اوف نيورال كريست ميوتيتد في 50% اوف فاميليال و20% اوف سبرادك. يعني الناس اللي هم سبرادك ما لهمش حد خالص في الفاميلي بتاعتهم، الناس الفاميليال النسب دي موجوده فيهم عندهم الميوتيتد. وزي ما قلنا داون از ذا موست كومن اللي هو ترايس 21، كروموزوم الاسوشيتد ويذ اجانجلينوزس 15%. ماشي. طيب حته اذرز كده مش عارف 30 حاجه في الكروموزوم 30 كروموزوم 18 حاجه اسمها ماشي. وفي معلش بقى يا مين معانا منال، ده مهم ان احنا نطلع عليه معلومات. منال معايا؟ هدير ايمن، فين منال؟ طيب عايز ايمن. ايمن معايا؟ ايوه باشا معاك. الفاردنبرج سندروم اللي مكتوب قصادك ده، والفون ريكلينهاوسن، والتايب دي براكي داكتلي سميث ليملي اوبتس سندروم. الاربعه دول ادينا بس انت على الواتساب كل واحد عباره عن ايه. فاردنبرج، فون ريكلينج هاوسن، تايب دي براكي داكتلي سميث ليملي اوبتس سندروم. ماشي، نرجع تاني يا جماعة عند الناس كلها عشان في حد مشغل الصوت. نعم، اقفل الصوت عند الناس كلها عشان في صوت كده. ماشي حاضر. انت علام مصحصح قوي كده ليه؟ شارب كوباية شاي تقيلة يا باشا، شارب كوباية شاي تقيلة حاجة يعني على الرايق. ربنا يبارك لك. انا بس عايز اجيب صورتي، مش عارف اجيب صورتي، تخيلوا. لا حضرتك الصيام مؤثر عليك جدا يا دكتور والله. انا تعبان جدا، تعبان واخد قرصين تراي ميد عاملين لي دماغ. حاسه كده وحقيقي مكشر ومش مركز كده يعني. مش لازم شرطه. انا كنت مجنون لو اديت الدرس. لا ما تقلقش. عبد اللطيف فين يا جماعه؟ عبد اللطيف بسرعه. ما كنت يعني والله كان هيبقى عادي خالص يا دكتور خالد، كنا هنبقى كلنا في السرير بس فايقين، ما تقلقش. ايوه ما هو الوحيد اللي كان هيتكلم انا، ودي مصيبه. انتوا هتبقوا نايمين.
زعلان من فرغلي، حد يبلغه ان انا زعلان منه. فرغلي نزل الطوارئ هو كمان تاني مره على فكره، والمره اللي فاتت ما كانش فيه طوارئ وما جاش برضه. ما اعرفش المره فاتت ايه، بس المره دي هو نزل الطوارئ لان مونيكا اعتقد ان هي رجعوها عشان انها مخلطه لحاله عندها مونيكا بوسب ولا ايه؟ لسه عامله لا لسه. كانت مع نايب النساء لسه. هنعرف هتعمل تحليل يعني؟ لا لسه هنعرف. اكيد صدق او لا تصدق ان انا ممكن ادي الماوس لحد فيكم. اديني ناوي ناوي. ايوه بيه. اعمل ابروفل. حاضر. تعرف تحرك حاجه؟ سلام ابروف منين؟ يمكن كنترول. هو خلاص هو اداني اوكي. يمكن كنترول كانت صلاح احمد سكرين. اه تعرف تحرك حاجه على الشاشه؟ انت بتشخبط؟ انا بشخبط. خلاص خلاص ما تشخبطش خلاص. خلاص. شيلوه منه. حاجه انا مكتشفها لسه. خلاص خلاص يا ناوي ما تعملش حاجه. وقفت والله مش عامل حاجه. واحد في كل 5000 حاله ما تطلع. عايز يشيله منك. لحظة واحدة. امور تو كنترول. شكرا. طيب ميل للفيميل 4 لواحد لو احنا بنتكلم في ريكتو سيجمويد 4 اضعاف. والضعف يعني الفيميل زادت شوية لو لونج سيجمنت. يعني متقاربين شوية في الايه؟ في السكشوال بريبوندرنس. طيب الباثولوجي يا جماعة جروس جروسلي يعني dilatation or hypertrophy of proximal colon with gradual transition zone to the narrow distal bowel. حلو كده. microscopy ده كلام بريبيوري. absent ganglion cell في المينتريك والسبميوكس plexus and presence of hypertrophied. تزود لها من fundamentals بقى اكتر من 40 مايكرومتر. non myelinated nerve trunk. هيجي ذكرها كتير الحته دي ما تفتكرش انها مش مهمه. هو دكتور عليها واضح ان هي ايفيدنس بيسد ال 40 مايكرومتر دي. دكتور سليمان الحلب لما كان بيتكلم في المحاضره بتاعته كان كاتب في الدياجنوز شود بي بيسد اون ابسنت جانجل سيل وهايبرتروفي اوف نيرف باندل وابسنس اوف اني سكويمس ابيثيليوم. انا فهمت ايه اني سكويمس ابيثيليوم عشان لقينا الكلام يا بلال يعني ان انت مش واخد البايوبسي غلط يعني. تمام. والنبي يا بلال اسمه عصام والله ما اسمه سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده عارف والله العظيم عارف. انا عارف بس يعني ما ده حاجه حلوه. بص يا بلال يا حبيبي. طب الصوت داخل في بعضه. الصوت داخل في بعضه دلوقتي. ايوه. طيب انا هرجع تاني اعمل ستوب شير ونرجع نتكلم شويه. بصوا يا جماعه ارجع تاني ل استنوا عليا كده بس لحظه واحده هطلع لكم بس الفاندامنتلز. يلا نتكلم تاني شويه بقى في حاجات مهمه. احنا وقفنا عند ايه؟ قلنا ان البيوبسي هي اهم حاجه وقلنا ان كان بيقول الديفرنشال اسف البايوبسي كانت اهم حاجه وقلنا الفول ثيكنس اكتر من 1 يير وقلنا ان الكرايتيريا اوف بايوبسي السايد بتاعها اكتر من نص سنتي بعيد عن الدنتيت فوق الدنتيت يعني ورقم 2 هايبرتروفي نيرف باندلز اكتر من 40 مايكرومتر ورقم 3 ابسنت جانجليون سيلز والاسيتايل كولين ستريس زايد والكاريتينين نيجاتيف. جه بقى راح داخل لك حته حساسه جدا هي الانوريكتال مانومتر. نورمال يا اخوانا في حاجه اسمها لما الريكتم كيرفو يعلى يعني ديستنت يعني البريشر يزيد فيه الانال كانال نورمالي كيرفها ينزل يعني توسع يعني البريشر يقل. دي حاجه اسمها ريفلكس ريكتو انال ريفلكس ريكتو انال انهيبيشن.
يعني حصل inhibitory reflex في الانال due to distension of the rectum. حلو كده؟ ده normal. فاسمع معايا اللي مكتوب. Anorectal manometry can be used. بس الكلام مهم تفهمه كويس. Anorectal manometry can be used in older child. أكيد ليه falses كتيرة في النيونات. فعشان كده هو not feasible في النيونات. زي عندنا برضو في الايه؟ في الاسوفجيال مانومتري ما بنعرفش نشتغل فيه في النيونات. The patient with Hirsch sprung المانومتري بيوري failure, احفظ, failure to relax the internal sphincter when the rectum is distended. Failure to relax the internal sphincter when the rectum is distended. The constipated patient with normal, شوف الجملة بقى, the constipated patient with normal anorectal manometry can sometimes, خليك من كلمة sometimes, can sometimes avoid an unnecessary rectal biopsy. ما انت خلاص بقى لقيته normal, لقى الهيرش سبرانج بيبقى فيه failure to relax. طب انت لقيته normal, ابعد عن الريكتال بايوبسي. ليه بقول الكلام ده؟ لان في كتير احيان, وده كتير جدا في الهاي سوشيو كروم شويه لما تختلطوا بيهم, هم مش اصلا مقتنعين ان احنا نخش عمليات. فتقول له طب في حل تاني, نعمل حركيه, لقينا الريفلكس بتاع ريلاكسيشن رايح, نبقى نعمل ريكتال بايوبسي. لقيناه نورمال, نافويد الريكتال بايوبسي ونمشي في سكه ال constipation العادي الهابيتوال بالبروجرام بتاعه. يعني احنا بنتكلم في الاخر على problematic case, حالة ليت. هما بالنسبة لهم يا جماعة الليت ده غريب, ليه ليت؟ ليه وهو نيونيت اهمل؟ امين قصدي؟ رجعت لبريم بيوري تاني وقلت شير سكرين. الكلام مكتوب برضو هناك بس لازم نشارككم فيه. فأي الايه هناك؟ بص يا سيدي العزيز, لحظة واحدة حبيبي. طيب لحظة واحدة. براحتك يا دكتور خير, براحتك. طيب اللو وقتت خلاص. فين يا عم ام الملف بتاعي؟ اهو فوليوم 3 باين اهو, ظهر عندكم الشاشه كده. تمام. بصوا بقى احنا هنا بنقول ايه, ادي المانومتر اهي, اقرا كويس يا سيدي. نورمال ديستند الريكتم وذ اير يريلاكس الانترنال انال سفنكتر, يعني هيحصل فول قصاد الكيرف بتاع العلو بتاع الريكتم ان ذا انال كيرف من 15 ل 20 سنتيمتر ووتر ويذ كوينسيدنت ويذ ذا ريكتال ويف. في الهيرش سبرانج ايه اللي فيه في المانومتري؟ ديستند الريكتم اهو, ابسنت انترنال انال سفنكتر ريلاكسيشن, ولا نزلت ولا الهواء. يا ده فيلير اوف ريكتوس فينتريك ايه ريفلكس. لما تلاقي الصوره دي تبروسيد اكتر ناحيه البايوبسي, لما تلاقي الصوره دي تافويد اكتر البايوبسي. ده كلمه سام تايمز اللي هو بيقول عليها. ماشي, نرجع تاني. الراجل بعد ما اتكلم في القصه دي ابتدى يورينا صوره جميله جدا. يلا نعمل شير سكرين ليه. حاضر, انتوا شايفين معايا؟ لا مش شايفين. طب نعمل شير سكرين اهي. فين 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 يا غبي؟ معلش, ممكن يا دكتور تعيد اخر حاجه حضرتك قلتها عشان الدنيا كانت معلقه عندي؟ بص يا هرير, انا بمشي في سكه المانومتري ولو انها في مصر بتبقى غاليه. في العيانين الاولد ليه؟
عشان لما يكون العيان بعد هيستوري عجيب ونون كونكلوسيف وبعد انيما كونتراست ليها مشاكل ونون كونكلوسيف زي اللي احنا شايفينها دي كده بس نون كونكلوسيف، يبقى انا اخد ريكتال بايوبسي وادخل انستيزيا واعمل تيشو بايوبسي، ولا ممكن احترز من الموضوع ده لو انا اكويفوكال في الهيستوري والانيما؟ لا ممكن اروح اعمل ايه، اروح اعمل مانومتري طلع نورمال في ريلاكسيشن مع الكيرف بتاع الريكتم، ابعد عن سكه البايوبسي خلاص انا بتكلم في هابيتوال كونستيبيشن. لكن في الهيرش سبرانج بيبقى فيه فيلير اوف ريلاكسيشن، يحصل الكيرف بتاع الديستنشن بتاع الريكتم، تلاقي الانال انترنال سفنكتر بريشر هو هو ما بيقعش ال 15 ل 20 سنتيمتر. هنا اقرا معايا كده ووتر سوليبل كونتراست demonstrating transition zone في الريكتو سيجمويد، طبعا الواضح جدا ان اللاترال فيو هو الاهم. The lateral view is the most important. شايفين دكتور خالد بالنسبه للاترال فيو ده كان دكتور سليمان الحلبي برضو كان بيتكلم ان اللاترال فيو ما عادش بيستخدمه كتير، بيستخدم لاترال اوبليك علشان الريدندنسي بتاعه الكولون تبقى مش موجوده على الـ على السيجمنت اللي في اللي هي انت قصدك الاوفرلاب ده ما يبانش. فبيتكلم بيقول لاترال اوبليك ده يعني ننصح بيه حتى للراديولوجيست بتاعك اللي انت بتستخدمه تقول له بقى اعمل لاترال اوبليك احسن من لاترال. يعني جميل قوي ماشي. Is the most important one to identify low transitional zone. Other findings for contrast enema that suggest the diagnosis of Hirschsprung include اللي بيقولوا انه Hirschsprung recto sigmoid index اللي هو الريشيو ما بين الريكتال والسيجمويد، الريكتم والسيجمويد ده بيقيسهولك بتاع الراديولوجي اقل من واحد، الطبيعي يبقى اكتر. فالهيرش سبرانج كرايتيريا هيبقى اقل ايه من واحد. والنقطه الثانيه في الكرايتيريا هو ليه اقل من واحد؟ لانه ضيق. ليه ضيق؟ لانه اجانجليونيك. وطبعا اشهر حاجه اللي احنا بنقولها وجود الفانل، بس هي ما بتتقاسش بكلمه فانل، فانل ده كلمه سبجكتيف. طب عايز يحولها لكلمه اوبجكتيف فقال لك الريكتو سيجمويد ريشيو الطبيعي تبقى هنا زايده عن هنا، فلما تقسم دي على دي تبقى اكتر من واحد، لا هي اقل من واحد. رقم اتنين، هات العيان تاني بعد 24 ساعه وورينا البوست ايفاكويشن فيلم افتر 24 تلاقي فيها ايه صبغه، الطبيعي تبقى الصبغه كلها فضيت. طيب عايز حد يقول لي يا جماعه ازاي تتعمل الكونتراست انيما، وليكن مثلا انا هختار اختار علام. ايوه قول لي ايه هي الاحترازات اللي بتاخدها بتكتبها في روشتة عشان العيان يعمل كونتراست انيما صحيحه؟ ان انا ما يبقاش فيه بريشر عالي قوي وانا بحقن الصبغه، ما يبقاش فيه بريشر عالي ماشي. ووتر سوليبل اعتقد ووتر سوليبل صح. ماشي اصورها لاترال او اوبليك زي ما بيقول مظبوط. تبقى الكونتراست بقى 2 لواحد 3 لواحد عشان تبقى باينه يعني. طب اسمع كده يا ريت تقرا لنا الحته دي. ماشي نو بي ار اور واش اوت راير يعني العيان لا يغسل ولا يتعمل له فحص شرجي قبل الموضوع. تمام سوفت رابر دي القسطره يعني وما فيش نفخ للبالون. تعمل ديستورشن للكون اللي هو ترانزيشنال زون، ممكن تعمل بيرفوريشن لو العيان كان صغير قوي او في انفلاميشن. انجكشن سلولي تمام وسمول اماونت وسمول اماونتس سلولي وقليل وقليل. كل الكلام ده بيتعمل غلط في الاكس رايز اللي بره فبتقول كلها زي الزفت. ولا ديكيوبيتس
وفي فلوراسنت كنترول فيدي لك الصور الحلوه اللي تبان، مش يصور على طول ويطبع. لا هو شايف كنترول فلوراسكوبي لايف، ولما تيجي الصوره اللي واضح فيها يصورها ويطبعها. ولازم جريد. يعني هتكتب ايه في الاخر في الروشتة؟ ممنوع حقن شرجيه او غسيل قولون او فحص شرجي وادخال قسطره بدون نفخ البالونه وتصوير بمنظر جانبي ومنظر جانبي بعد 24 ساعه. لو ما كتبتش الكلام البيزك ده ثق تماما ان هتجي لك الكونتراست انيما غلط. مش فاهم يعني انا بصوره في الاول خالص وبعد كده بعد 24 ساعه؟ يعني هو حقن الصبغه النهارده الساعه 12 الظهر صور، يجي تاني يوم 12 الظهر من غير ما يحقن يصور بس. وجود صبغه بعد 24 اسمها ريتيند كونتراست، ده اب نورمال يعلم. تمام. دي بوست ايفاكويشن فيلم اللي بتكرر صح؟ ده اسمه البوست ايفاكويشن فيلم وبيبقى مكتوب عليه 24 اورز. الافضل يبقى فلاترال فيو برضو، بس مش شرط. وجود ريتينشن لوحده ده دايجنوستيك ان في حاجه اب نورمال، لكن انا بقول لكم الافضل نخليها برضو فلاترال فيو. قول لهم انا عايزها فلاترال فيو. ماشي. نرجع تاني. طيب جه بقى فاندامنتالز يبحر في التريتمنت. فتخيل بقى قال ايه؟ قال والله انا هشرح في التريتمنت النيونيت. يعني ايه؟ يعني انا هعالج نيونيت، ما هو معظم البرزنتيشنز نيونيت. طيب قلنا له هتعمل ايه؟ النيونيت اللي جاي لي باي او، جاي لي بانتروكولايتس، اول حاجه اي في فلويدز، MPO ونيزوجاستريك ديكومبريشن، انتيبيوتكس برود سبيكترم وانيروبس. حلو كده. وبعدين يا عم الحاج اهم حاجه، لو كان العيان عنده انتروكولايتس اللي هي لايف ثريتنينج، تعمل كرونيك اريجيشن. قد ايه يا سيدي؟ قال لك بندي 20 سنتي لكل كيلو. يعني هو وزنه 2 كيلو ونص مثلا، يبقى 50 سنتي هيتعمل له بيهم اريجيشن. كل قد ايه يا عم الحاج؟ كل 4 إلى 6 ساعات. طيب لو التشايلد فضل النيونيت ده فضل ill not responding to antibiotics، ما قالكش يعني ايه not responding، ما قالكش يعني ايه كلمه ill. انا هقول لك يعني معناها الابدومن لسه distended، العيان لسه توكسيك وفيفرش والسي ار بي عالي والتي ال سي عالي وبيعجع لسه بيليس والاسبريت من الراي الجامد، العيان ما بيستجبش. عايز تزيدنا شويه تقول لي اصله تاكي كارديك، اصله مش عارف ايه، الهيمودينامكس وحشه. فانت العيان كله ككلينيكال وايز وكلاب وايز مش بيتحسن. فلما تقول كلام تبقى عارف تشرحه. هو بيقول لك جمله مش هعرف اشرحها لك. الجمله بتقول لك لو ما استجبش للإيريجيشن والأنتيبيوتكس ما يستجيبش، يعني إيه؟ يعني كلينيكال وايز عنده نفس الحاجات هي ما بتقلش. اللي هي إيه حضرتك؟ اللي هي الفيفر، توكسيميا، ديستنشن. على اللاب وايز التي ال سي عالي، سي ار بي عالي، اي اس ار عالي، كل حاجة أنت بتعملها ما قلتش. يبقى العيان ده ما بيستجيبش. يقول لك ستوما شود بي بيرفورمد. ليه؟ It is life saving. ف لما تعمل استوما انت خسرت خلاص مرحله واحده. انت داخل بقى في استوما يرجح لك فاندامنتالز انك تعمل اليوستومي، ما يرجحلكش انك تعمل كولوستومي. هو انت تطلع بكولوستومي ازاي وانت اصلا مش عارف هي فين؟ فراح دخلك في حته بقى اشرح لك فيها شويه. بيقول لك ان ذيس كيسز احنا داخلين مضطرين كامرجنسي، عيان ما استجابش للإيريجيشن وما استجابش للعلاج وعنده obstruction وانت مش عارف فين الترانزيشنال زون، فقال لك هتعمل ايه؟ اسمع بقى الجملة الخطيرة دي، frozen section analysis for leveling colostomy requires sophisticated pediatric pathologic analysis.
and the surgery performed in the urgent setting. فهمتش حاجة. تاني بيقول لك العيان ده اللي داخل كإمرجنسي وعنده انتروكولايتس وعملت له irrigation ب 20 سنتي لكل كي جي كل 4 ل 6 ساعات وغطيته بالانتيبيوتكس وما بيتحسنش لا كلينيكال ولا لاب وايز، انت هتعمل فيه استوما. طب انا هعمل استوما ازاي؟ كولوستومي في الترانزيشنال زون، لا فوقيها سنه نورمال جنرال. طب ما انت مش عارفها هي فين، هي از نوت فولي انفستيجيتد لسه، ده حاله ايمرجنسي داخله. فقال لك طب ما تعمل فروزن، قام بيرد على نفسه قال لك انا الفروزن سيكشن اناليسيس فور ليفلنج ذا كولوستومي requires sophisticated pediatric pathological analysis which is not available في الامرجنسي سيتويشن. صح؟ تمام. And this is not widely available. فاليوستومي is the safest and the most reliable diversion. Although it will require a third stage. لانك مش هتقفل اليوستومي في البول ثرو، هتخش تعمل بول ثرو وفي الليتر ستيج الثالثه هتعمل اليوستومي، هتعمل كلوجر في اليوستومي. بس دوت لو انا مش شايف الفانل. ما هو بيكلمك في عيان ايمرجنسي يا علام. لا لو انا شفت لما ايمرجنسي فتحت فلقيت في الفانل واضح هطلع فوق واعمل كلوستومي. لو انت عارف الفانل فين لا خلاف. لا انتر اوبرتيف. عشان تخليهم مرحلتين مش مرحله. مش ثلاث مراحل. طب لو انا شايف فانل اخد بايوبسي رايت فين؟ لو انت شايف فانل تاخد بايوبسي ليه؟ انت هتاخد ريكتال. يعني اطلع بي. لا ما انا هاخد ريكتال، ما انا ممكن يكون انا شفته بس هو غلط. انت قصدك بقى انك تاخد بايوبسي فروزن اثناء البول ثرو، صح كده؟ لا 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 انا دخلت دلوقتي ايمرجنسي فلقيت في فانل واضح فرحت طالع فوق ب 5 سم طالع بكلوستو. تمام؟ بس انا معتمد على عيني بس مش معتمد على باثولوجي. ممكن اخد بقى بروكسيمال ليها لغايه الاليان برضو ولا ما اخد ديستال؟ لا 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 مفيش حاجه اسمها كده. انا بتكلم ان انا دلوقتي بتكلم على عيني بس. شفت فانل هتطلع فوق الفانل هما كاتبين كده ب 3 تو 10 سنتيمتر. تمام. عشان تبقى سيف انك ما جيتش في حته هايبو جانجليونيك. وتاخد من الاستوما سايد، تاخد بالاستوما سايد بايوبسي وديستال للاستوما بايوبسي. تمام. ما ينفعش تاخد بروكسيمال، ما انت شايف فانل. وانت مش كل عيان يا علام هتاخد له فول كولون بايوبسيس. دكتور احنا في حال، هو قصده علام احنا في حالتين كانوا معانا في الاسم الاثنين كانوا الاستوما سايت ايجنجليونيك واتعملوا على انهم شايفين فانل. حاله كانت معموله عندنا في ابو ريش وحاله جايه من بره. فهو يعني دخل وشايف ان في فانل وطلع باستوما والاستوما طلعت ايجنجليونيك. طب مين عشان كده هو بيقول لك هل هاخد حاجات بروكسيمال ولا لا؟ مين شاف الفانل؟ الاوبريتور. ايوه يعني شاف فانل فعلا؟ هو قال كده. عايز اتقال كده. اصل ممكن يتهيأ له انه شاف الفانل. ما هو ممكن كلنا يتهيأ لنا. لا. طب هو سؤال، هو شاف هو فعلا كان في فانل وحصل دي فاسكولاريزيشن فبقت الحته دي ايه جانجليونيك؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. دي فاسكولاريزيشن ليه؟ الاستوما كان شكلها كويس يا هدير. الاستوما كويسه يعني استوما هيلثي بس بس ايه جانجليونيك؟ لو انت شكيت يا عبير ان دي فانل ولا لا وان ده اجنجليونيك يبقى خدي بروكسي وساعتها لا يجوز ليكي ابدا انك تطلعي بالمكان ده ستوم. انت مضطره تطلعي باليوستو. تمام يا دكتور. هو بيقول ايه؟ احنا بنتكلم يا باشا لو احنا مثلا خلاص انا اتاكدت ان ده فانل موجود معايا وطلعت بالستوما ممكن يعني انا مثلا طلعت مثلا عندي ريكتوسيجمويد او طلعت بالديسندنج اخد برضو عينه مثلا في الترانزفيرس كولون او اخد عينه ثاني برضو؟ ما ينفعش طبعا، ما فيش حاجه اسمها كده. لو انت شاكك انه فانل وشكله عره اطلع باليوستومي وخد فول بايوبسيس. تمام. الفول بايوبسيس بقى المفروض بقى ايه؟ اخد بالابندكس كمان؟ الابندكس بقى هقول لك الكلام اللي مكتوب عليها. It is not fully sensitive. يعني يقول لك normal children عندهم اجنجليونيك ابندكس.
بيقول لك في نسبه من النورمال تشيلدرن عندهم اجانجليونيك ابندكس. مش كده انا كنت مدي اساينمنت قبل كده ومش فاكر لمين في الميكونيا ميليس صح يا ناوي؟ صح يا بيه. وكان الاساينمنت انت حليته ولا لا؟ حليته بس كده. بص معايا بيه. ها؟ احنا كنا بنقول هناخد في الميكونيا ميليس ابندكس عشان كده كده هنغسل منها. فبالمره ناخدها كبايوبسي. طب هو منين يقول كده وهي اصلا نورمالي ممكن تكون اجانجليونيك؟ فالله يخليك شوف لنا الموضوع ده يا ناوي. اه خلاص جايب اهو جايب اهو من ده ناوي. ماشي يا باشا انت ده ناوي. توتال كولونيك از ابندكس ا ريلايبل دايجنوستيك تول. بص معلم بقى طبعا صح. اه فيبر ايرلنديه تمام. هو الفيبر دي ايرا دي 2016 اه ريلايبل يعني كونكلوجن في نهايه الكلام كله ان هم عملوا جابوا ريتروسبكتيف اناليسيس لحالات قبل كده قديم 15 حاله توتال كولونيك. ال 15 لما رجعوا الابندكس بتاعتهم طلعت ايجانجليون ما فيهاش جانجليون سيلز. فهنا الكونكلوجن كاتب ان ايجانجليون سيلز ابندكس ريلايبل تول في الدياجنوستيك بتاع التوتال كولونيك ايجانجليون. وهم هنا بيكومنت ان هم ياخدوا البايوبس دي من الابندكس عادي تمام. ده خلاصة الرساله يعني 15 حاله 15 بتاعتهم طلعوا ايجانجليون. طب نقراها واحده واحده كده. Aganglionosis, استنى. Aganglionosis of the appendix is a reliable tool in diagnosis of total colonic aganglionosis. The authors recommend that at the time of leveling biopsies, if aganglionosis extends to mid-transverse, ileostomy is done. And the appendix sent for definitive confirmation of total colonic. However, at the time of definitive surgery, frozen section of pulled through segment is recommended to confirm the presence of ganglion cells. ايوه بس دكتور خالد هو الاستادي دي بس فيها حاجه يعني غريبه. دلوقتي المفروض ان هم يدوروا على الناس اللي مش هيرش سبرونج ويشوفوا الابندكس بتاعهم بالعكس. يعني هم احنا يعني حضرتك بتقول ان العيانين النورمال او العيانين اللاكتوسيجمويد ممكن معاهم نورمالي ايجانجليونيك ابندكس. هو هنا بيقول ان التوتال كرونيك معاهم ايجانجليونيك ابندكس. طب ما هي مش فارقه ما انا عارف ان هم ايجانجليونيك. انا عايز العيانين اللي مش العيانين نورمال والنورمال ما هو على فكره السكوب بتاعه كده. هو السكوب بتاعه عايز يعرف هو الابندكس لو خدها ممكن تبقى ايجانجليونيك والعيان نورمال ولا لا. هو بيقول لك a total of 91 were treated for Hirschsprung and total colonic من 2006 ل 2016. كم ميل كم في ميل 69 مش عارف ايه. المهم كان 75% ريكتوسيجمويد و 8% descending و 2% transverse و 4% في الascending does not extending للسيكم. Overall 82 من 91 patient had either short or long. ماشي. Not involving entire colon. يعني 90% كانوا كلهم مش total. The remaining 9 هم اللي total دول 10%. كل ال 91 عيان had their initial diagnosis made by rectal suction biopsy. ماشي. Confirmed by intraoperative leveling. Of these patients اللي هم 91 76 were diagnosed within أول شهر. 86 diagnosed في تاني شهر. وبعدين تقريبا 95 في المية يعني. وبعدين 90 من ال 91 diagnosed في تالت شهر اللي هو 99%. Only single patient was older than 3 شهور. ماشي كمل. يقولك associated anomalies were present in 4 ماشي. All cases of total chronic aganglionosis underwent a definitive procedure by mean age 388 يوم. ده هو عنده سنة تقريبا.
4 children underwent surgery within the first year of life, 4 within second, and 1 children after third. الصفحة اللي قبلها يا دكتور في بتهيألي كان شارت كده بيوضح ال ممكن الصفحة اللي قبلها يعني اطلع فوق يا ناوي. أيوة اللي فوق أيوة احنا عايزين الشارت ده بس. أيوة appendix for ده التوتال نمبر appendix for histology اتخذت في 15 عيان. Total chronic agangliosis 9 عيانين و6 كانوا يعني سيجمنت اقصر شويه. هو 15 زايده هو ما اخدش 91 زايده. هو ما هو هي الرقم قليل قوي عن اللي هو قاله في الاول. بالظبط. بس هو يا مصطفى يعني بيقول لك ان هو اخذهم في 15 كانت ايه جانجليونيك في التسعه اللي هو توتال كولونيك وكانت جانجليونيتد في الستة اللي هم ما كانوش توتال كولونيك. فاهمني؟ يعني الناس اللي مش توتال كولونيك كانت كانت الابندكس فيهم جانجليونيتد. اي نعم الارقام هزيله بس يعني هو طلع بريزلتس زي رسائلنا بالظبط. طيب بص يا ناوي احنا عايزين من البيبر حد بيعرض نتائج البيبرز. فاهم قصدي؟ انا عايز اقفل البتاعة دي عشان عامل لنا ازمة. انت قفلت يا ناوي صح؟ عايز اقول بعد بدل ما نعرض بيبر واحدة من منظور واحد لا واحد عامل زي كده analysis للناس اللي اتكلمت على appendix sensitivity. بس الموضوع ده ناوي انت لو بحثت فيه هو فعلا ما فيش حد يعرف الصح من الغلط فيه ايه عندنا حتى كلنا يعني. فهو عشان نطلع لكلمة نجتمع عليها صعب. ناخد الابندكس ولا لا؟ كل ميتنج كان بيحصل كده الناس تقول مش عارف ايه واحد يقول لك لا ده لازم تتاخد ده مش عارف ايه. فاحنا عايزين كلام سوليد مش واحد رايه او شاف عيانين او كده. لا الاحسن واحد يقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا بمجموع الليتريتشر ده او كلام من تكست بوك بيقول ان الابندكس كذا. وانا بعمل ابندكتومي صح؟ البيبس دي ابندكتومي كامل. طبعا. الدكتور خالد برضه في بيبر تاني في 2017 بعدها بقى بس دي من الهند. من الهند ما تقول ما تقولهاش خلاص. طيب اصلا بقى عكس كلام بقى ايرلندا انها ان ريلايبل خالص عشان اللي هو لو في سيجمنتال سكيبنج يعني او كده لو في سيجمنتال سيجمنتال سكيبنج ده اصلا انا مش عارف هو موجود ولا لا يعني. يعني لو سالت اي استاذ عندنا يقول لك انا ما شفتش سيجمنتال دي خالص. سيجمنتال يعني قصده سيجمنت مثلا. زمان لما كنا بنعمل الفروزن دكتور خالد زمان لما كنا بنعمل الفروزن في الفرنساوي كان في حاله كان فيها سيجمنتال سكيبي. اديكي بتقولي حاله اهو وتطلع في الاخر غلطه باثولوجيست اصلا. يعني قصدي ما فيش حد شاف سيجمنتال دي خالص. بتاع دوت ساعتها الدكتور اللي كانت بتعمل الفروزن طلعتها من التكست بوك اللي هم بيشتغلوا منه الباثولوجي قالت لي لا موجوده. موجوده في الاطفال يعني؟ ولا موجودة بقى موجودة في التكست بوك بتاع الباثولوجي ولا في الأكوير ده أجل يعني بقى ولا إيه؟ مش عارفة أنا مش فاكرة اسم التابل باثولوجي إيه. يعني إيه أصلا سيجمنتال أصلا؟ يعني في سكيب أرياز يا علام. يعني حتة جانجليونيك وقبليها حتة أجانجليونيك وقبليها حتة جانجليونيك. ما مش ده أجانس الإمبريولوجي نفسه بتاع الديزيز أو يعني الباثو جينيسيس. ما هو الإمبريولوجي نفسه ثيوري. ربنا يطولني. هو مين ده؟ العلم والعلماء. طيب نكمل تاني بس انا مش عايز اطول عليكم النهارده. لا معلش هو ريسنتلي كل العلم هبد. فين الهبد ده هدير؟ احنا ما بنهبدش. لا كل العلم هبد بدليل البيبرز اللي قاعده بتتقبل عن كوفيد واحنا البيبرز بتاعتنا بتترفض يبقى كل العلم هبد. بص هو في حاجات كتيره مش مقنعه في الحاجات اللي موجوده